هاي انا نورة من technology.tv. النهاردة هنتكلم عن الاوتو بلاي او التشغيل التلقائي للفيديو على ابليكيشن فيسبوك على الموبايل. طبعا في ناس كتير بتتضايق من الموضوع ده لانها اول ما بتفتح الفيسبوك على الموبايل الفيديو بيشتغل اوتوماتيك، وده طبعا بيسحب من رصيد او باقة الانترنت اللي احنا بنستخدمها. فنعرف دلوقتي مع بعض ازاي نقفل الاوتو بلاي او التشغيل التلقائي للفيديو على ابليكيشن فيسبوك على الموبايل. هندوس على settings وهنلاقي اوتو بلاي، ندوس عليها ونعمل اوف، وبكده نكون قدرنا اننا نتحكم في الفيديو في ابليكيشن الفيسبوك على الموبايل، بمعنى اننا احنا اللي نختار امتى نفتح الفيديو او ان احنا نقفله، وده طبعا علشان ما يستهلكش كتير من عمر البطارية وكمان من رصيد باقة الانترنت. وبنفس الخطوات دي لو احنا عايزين نشغل الفيديو من تاني على ابليكيشن الفيسبوك هنرجع ان احنا نعمل لها اون، وبكده اكون اتحكمت اكتر في الفيديو في ابليكيشن الفيسبوك على الموبايل. ودي كانت حلقة جديدة من ازاي، وعرفنا فيها ازاي اننا نقدر نقفل الاوتو بلاي او التشغيل التلقائي للفيديو على ابليكيشن فيسبوك على الموبايل. بس قبل ما امشي لو عايزين تعرفوا اي حاجة عن التكنولوجيا ادخل على technology.tv خد فكرة. باي باي.